مش خارج. طبعا الان مع مجموعه اخرى من حساب الذكاء العقلي. لكن هذه المجموعة طبعا مستويات متقدمة في برنامج حساب الذكاء العقلي، قادرين على حل مسائل معقدة في عمليات جمع وطرح. طبعا بإمكانكم أنك تسألوا من الصفحة رقم 1 لصفحة رقم 4، صفحة 1 و2 و3 و4. بتلاحظ حتى نمط الأسئلة اختلف وتطور وصار أطول وأعقد. في حدا يختار رقم سؤال من الجمهور الكريم؟ هسأل سؤال رقم 2. ردي. زائد 57 ناقص 43 زائد 64 زائد 36 زائد 65 زائد 80 ناقص 14 زائد 57 زائد 60 زائد 12 زائد 26 زائد 76 زائد 73 زائد 16 ناقص 67 زائد 58 زائد 83 زائد 83 ناقص 46 زائد 56. أنصر 742 732 732 722 722. لا، الإجابة خاطئة. ناخذ سؤال ثاني. يلا ريدي، مش مشكلة. ريدي. 25 زائد 89 ناقص 69 زائد 48 زائد 73 ناقص 70 زائد 55 زائد 27 زائد 58 زائد 95 ناقص 18 زائد 93 زائد 90 زائد 31 زائد 31 زائد 11 ناقص 64 زائد 39 زائد 66 زائد 34. أنسر 644 644 644. الإجابة صحيحة. في سؤال الجمهور؟ سؤال من الجمهور. خمس اثنين سؤال أربعة. اثنين وخمس. سؤال رقم أربعة. سؤال رقم أربعة لسه هلا سألته، كان جوابه 644. جاوبه طالب محمد سكي. سؤال خمسة. سؤال خمسة. سؤال خمسة. ريدي. 84 زائد 55 زائد 737 زائد 27 ناقص 531 زائد 16 زائد 34 زائد 526 زائد 923 زائد 62 ناقص 89 زائد 899 زائد 56. أنسر 2699 2799
2799. نحيي الطالب. ناخذ كمان سؤال. 45. سؤال 45. ريدي. سؤال 45. 3586 زائد 2759 زائد 7582 ناقص 6440. أنصر. 7387. 16 و26. 7426. 7787. سؤال ثاني. سؤال الثاني. سؤال 40. سؤال الثاني. سؤال 40 اختاره. سؤال 40. ريدي. 38 زائد 423 زائد 804 زائد 93 زائد 11 ناقص 724 زائد 72 زائد 83 زائد 563 زائد 77 زائد 49 زائد 169 زائد 60. أنصر. 1718. الإجابة صحيحة. 1718. نشكر الطلاب. نشكر الطلاب. في حد عنده اي سؤال؟ تعالي تعالي. شو سؤالك؟ سبعة وثلاثين. سؤال 37 للشطورة. شو اسمك؟ سارة أبو شرار. شاطرة يا سارة، تفضلي. سؤال 37. ريدي. 63 زائد 117 زائد 49 زائد 922 زائد 21 زائد 24 ناقص 586 زائد 82 زائد 21 زائد 714 زائد 86 زائد 689 زائد 16. أنسر. 2218. الإجابة صحيحة. نحيي الطلاب. في عندنا كمان سؤال؟ في سؤال. سؤال رقم 9. سؤال رقم 9. سؤال رقم 9. ريدي. زائد 70 زائد 333 زائد 92 ناقص 303 زائد 21 زائد 78 زائد 904 ناقص 86 زائد 23 زائد 936 زائد 11 زائد 939 ناقص 71. أنصر. 1947. الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة 1947. في عندي تنويه بسيط، إنه في هذا المستوى طبعاً الطلاب بزيد أفق التخيل عندهم، بزيد عن أربع خانات أو خمس خانات زي ما أنتم شايفين، بكون الطالب قادر على إنه يتخيل العداد في مخيلته لأربع أعمدة أو أكثر، بالإضافة إنه قادر إنه قوة التركيز عنده تصل لعددين في 20 عدد من خانتين. سؤال ثاني. سؤال 8. سؤال 48. سؤال 48. سؤال 48. ريدي. 6510 ناقص 6258
زائد 9747 ناقص 2951. أنصر 7048. الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة 7048. خليهم يشجعوا. نحيي الأطفال.